سيبك بعد انت شوقي بعد يا جمال بعد بعد جمال جيتني خايف اشرب يا بنتي اشرب يا طاهر عشان تفيف. ما بريد شيء. فواز وينه يا عم؟ الو الو اسف جنرال، كنت لازم اصحيك لان الموضوع مهم للغايه. ايه اللي حصل يا ايزاك؟ اتكلم صخ. العربيه اللي استخدمها الارهابيين في العمليه بتاعتهم طلعت مسروقه من واحد اسرائيلي، اسمه الي عازر. بقى تصحيني من النوم عشان تقول لي خبر ممكن يتاجل للصبح تبيش. سوري جنرال، بس اصل التحقيقات لسه خالصه دلوقتي حالا وكنت لازم ابلغك بالنتيجه عشان تعرف ان انا شايف شغلي كويس قوي وان انا كمان بعمل نتائج قبل حقيقي. خك ايزاك عارف توف ليشوني اهو غادي توف يا حبيبي. يلا يا رجاله بسرعه بسرعه. حاضر يا فندم. خدوا بالكم من نفسيكم. لا لا يا بابا، محمد رسول الله، خد بالك، ربنا معنا. اصبري يا ماي اصبري، الطريق لتل ابيب بياخد ايام. خايفه يا فرح، خايفه. فواز هيعاود ان شاء الله. دول قلوبهم قاسيه ما بيعرفوا الرحمه. لكن بويلو كلمته عندهم ولابد يسمعوها. اصبري يا ماي اصبري. يا ماي انا خايفه عليك من المرض وتصبحي مثل طاهر. أني مرضانة
طول ما فوز غايب عن الدار. ان شاء الله حيرجع، حيرجع. بقول لك ايه، احنا بقينا نص الليل وانت ما اكلتي حاجه من فجر البارحه، خدي دي من يدك وليها. ماليه نفس يا بنتي، ماليه نفس. كيف يكون لي نفس وولدي غايب؟ عشان خاطري يا ماي، عشان خاطري خديها من يدي. رايحين فين؟ نقلة خضار وفاكهة للمعسكر تبعكم في فيران. انت مش عارف ان في حادث تجول؟ وي انت ما بتعرفني؟ انا عواد سواق شبل، والسيارة هذه تبعك، وادي التصريح. كيف ما بتعرفني؟ ايه اللي معاك هنا ده؟ كرم تعال اشوف يا باشا. تعال تفضل شوف. اختار كرم. كرم يا باشا، كرم زين. قهوة دي حلال عليك يا باشا. امسك. جميلة. شكرا يا باشا. لخ. لسه ما عرفتش انت نسيت ايه عندي؟ بس انا متأكد ان انا ما نسيتش حاجة. بيعجبني الانسان الواثق من نفسه. تعرف انا كان نفسي في ايه؟ نفسك في ايه؟ اني ارتبط بواحد زيك وعيش معاه في استقرار. يا بخت حبك جولي. ديفيد، ديفيد انا اسفه، انا لازم اقفل. ارجوك يا ديفيد انا اسفه. ديفيد أرجوك بفكاشة. لا أنا آسفة أنا لازم أقفل. ليه يا سالي؟ عشان أنا خايفة أقول لك على كل بحس بي. أرجوك بفكاشة ديفيد. ديفيد بفكاشة أرجوك. سيبني أقفل. أرجوك ديفيد. أرجوك. بس أنا عاوز أسمعك. كلمي. قولي كل اللي عندك. كل اللي جواكي. ايه رايك؟ كويس؟ ونركب شنب وربنا يستر بقى. رايحين فين؟ داخلين الدير يا ابونا والدار امان. وكلمة السرق؟ الاب عياش. الاب عياش دي الاسم الحركي بتاعي. اتفضل. اتفضل. الحمد لله. كيفك يا عمه؟
ابوك سعدون وابوك نمر. جوتر قلت لي قبيب مع الشيخ عمران. ما حد قال لي. وانت ما بتسال. كيف يا عمه وانا جاي هالحين من عند فواز. فواز كيف حاله؟ والله يا عمه والله ما بدري ايش اقول. قول يا شبل قول. ابو جميل عرفني انهم ناويين يحكموه وان ال ليش كمل؟ ما بقدر ما بقدر. قول يا شبل قول اللي تعرفه. ودهم يعدموه. فواز طهرة 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 بنتي طهرة سمعتك يا شبل طهرة 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 غمرانة أجيب بصلة طهرة. طهرة 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 أنا هنا يا طهرة. أنا شبل اللي بيريتك شبل اللي بيحبك يا طهرة. كلميني يا بنت العم. فواز 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 ما يستاهل عيونك. قوم قوم طهرة سلامتك يا غالية. طهرة فواز فواز راجع فواز معاود يا غالية. جاي جاي يا طهرة. طهرة امشي الحين. يا ريتني ما تكلمت يا ريتني ما تكلمت. امشي الحين يا شبل. اتركك الحين يا عمه ما يصير ما يصير. ابوك نمر يجي يلقاك هنا. طهرة وجعانة وانا راجل الدار الحين. لا تخلق مشاكل امشي لحالك الحين. امشي يا عمه لاجلي معاود بام اسماعيل. ام اسماعيل حدويه؟ ام اسماعيل حكيمة القبيلة. امشي امشي شبل امشي. امرك يا عم. جاي يا غالي. جاي يا نور العين. قلت لك خلي فارقني يا عم. قلت لك فارقني يا عم. قلت لك امشي يا عم. امشي لحالك. تقرير شامل عن الوضع في جنوب سيناء. وصلت للعميل المصري؟ يا حييم انا مكلفك تعرف لي مين العميل المصري اللي بتتبعت له الشفره اللي مش عارفين نحلها. ما كلفتكش بتقارير عن الجنوب. اتفضل ارجع سافر تاني شرم الشيخ. امرك يا جنرال. Idiots! A bunch of idiots! ابعت التصديق ده لإزاي؟ تحت أمرك جنرال، بس في حاجة مهمة عايزة أبلغها لك. إيه هي؟ في ثلاثة من عرب سينا عايزين يقابلوك ضروري. بخصوص إيه؟ بخصوص إن واحد فيهم مقبوض عليه في جنوب سينا اسمه فواز سعدون. فواز سعدون؟ وريني التصديق اللي تقول. هو اجلي ده دلوقتي واديني تقرير بسرعه عن الثلاثه اللي بره. تقرير جاهز جنرال. هاي اتفضلوا دلوقتي. امر.
الشيخ سعدون شيخ قبيلة مزينة، واخوه الشيخ نمر قاضي مزينة، ومعاهم الشيخ عمران شيخ مشايخ الجنوب من الجرارشة. ولد الشيخ سعدون في عام 1927 في ناحية وادي معلومات عظيمة. يا ترى ايش حالك يا ولدي؟ جعان ولا شبعان؟ وجعان ولا متعافي؟ اه يا ولدي، اه يا ولدي. ما تخافي يا امي، ما تخافي، فواز ربنا حنجيه ان شاء الله، حنجيه. خوفي عليك يا ولدي، خوفي عليك تغيب عن عيني يا ولدي، تغيب عن عيني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أحمد يا ولدي، ما في أخبار؟ ما في يا خالة. أنا جيت أسأل إن كنتوا بتريدوا شيء. إحنا بنريد فواز يا معبد. حيعود يا خالة. وبكرة تقول يا فرحة إن معبد خبرني برجوعه قبل ما يعود. التصدير لسه ما وصلش؟ الحقيقة لسه ما وصلش. ايه؟ معقول؟ بصراحة كده أنا خايف لا يكون الجنرال. ايه بقى تستعجله؟ رافي ما يقبلش إن البدو يضربوا على رجالته النار. أكون بستير أدوناي كولونيل. يعني بتعرفوا إن فواز ضرب نار على ضابط إسرائيلي؟ البدوي لا يكذب ولا يخاف إلا من ربه. عارف اللي حصل من ابنك معناه ايه بالنسبة لي؟ معناه ان انتوا ما بتعرفوا قيمة العرض والشرف عند العرب. قصدك ايه؟ قصدي ان فواز ابني بهذا العمل اللي عمله حمى شرف مزينة كلها. يعني قلت لك ان البدوي لا يكذب ولا يخاف الا من ربه، ولولا فواز غاد بنت عمه واخته كانت مزينة مفضوحة كلها. عندك ابو جميل اسعله لما كان بيكذب عليك. ابو جميل ما يقدرش يكذب عليا يا شيخ نمر. ابو جميل ببكاشا لدبيخ لي البيات فواز تودا. عايزين تعرفوا انا كتبت ايه. بقول ابو جميل برجاء اطلاعي على ما حدث، جنرال رافي. أمر الجنرال. الو، ازيك يا سالم؟ اخبارك ايه؟ انا كويس. انت لسه صاحيه؟ انا صحيت من زمان. سالي، ممكن اطلب منك طلب؟ انت تامر يا ديفيد. عاوز اشوفك. زي انا سيارتي بقى ساعتين. يا توفي يا حبيبي. انت يا خسارة،
كان نفسي اشوفك ضروري يا زين. احنا فيها وبعد ما ارجع من سافر احنا تعبل ويمكن اتصل فيك من هناك. اتعمل ديفيد اتصل فيك اول ما اوصل. باي باي لحد رأوت. باي. وإيش قال أبو جميل في رده؟ الله يكون قال الحق. ما يقدرش يكذب علي. يعني صدقت تقولنا؟ والضابط ليفي أنا قررت ترحيله من شرم الشيخ ومحاكمته هنا. وفواز؟ هيستنى معانا شوية. ليش؟ إيش غلطة فواز؟ غلطته انه دافع عن شرب بنات زينة. كان ممكن يدافع عنهم بس من غير ما يضرب نار على ضابط اسرائيلي لان ده معناه اعدام. يا جنرال احنا دقينا على مكتبك لاننا بنعلم ان في مقدورك انك تفرج عن فواز. ده قانون يا شيخ عمران. الافراج عن فواز هيفيدكم اكتر ما يضركم. الموضوع ده محتاج لدراسة. انتوا هتطلعوا من هنا على شرم الشيخ وهناك هتعرفوا قراري. احنا ودنا نعرف يا حني. يا جنرال هذا ولد الوحيد وانا بترجاك تتركه لي وانا اتعهد قدامك انه ما يتعرض لكم. قراري حيوصل شرم الشيخ قبل انتوا ما توصلوا. برضه لسه زعلانة؟ لأني متأكدة إني بحبك يا سيد وإنت عمرك ما حبيتني. طب وليه التأكد ده يا سيدي؟ إنك تطلب مني مثلا. مثلا إيه؟ قصدك ديفيد صح؟ أيوه. سالي قلت لك قبل كده بدل المرة مليون إن ديفيد ده شغل. اتفضلي. إنت ما تعرفش الغيرة يا سيد؟ وبرضه قبل كده قلت لك بدل المرة مليون إن الغيرة بتفرق من بني آدم لبني آدم. يعني على حسب تربيته وعلى حسب المجتمع اللي اتربى فيه. سيد انا بحبك قوي يا سيد. فاهم يعني ايه؟ انا بحبك. وانا كمان بحبك قوي يا سيد. بس المهم ايه اخر الاخبار دلوقتي؟ مفيش معلومات؟ واحنا جايين هنا عشان نتكلم في شغل؟ لا طبعا يا سالي بس. بس ايه؟ بس ايه يا سيد؟ اذا على ديفيد اطمن. ديفيد ده زي الخاتم في سباي. حلوة قوي كده. يبقى اكيد في معلومات جديدة واخبار جديدة كتير. قولي بقى حبيبتي. ايش بسرعة دي؟ انا متعمدة في الواد ده ما كلموش في حاجة تاخد شغله خالص. فيري جود. عارفة انا بيعجبني فيكي ايه يا سالي؟ ايه؟ ده ذكائك. بس؟ لا طبعا. وكمان حبك ليا اللي انا بقيت متاكد منه قوي. ما دام انت متاكد من حبي يا حبيبي ليه ما نتجوزش؟ يا سالي انا ما عنديش اي مانع بس المشكله ان عندك في اسرائيل لو عرفوا هتبقى مشاكل. ملعون ابو اسرائيل. انا بحبك يا سيد. فاهم يعني ايه؟ انا بحبك. وانا كمان بحبك. فاهم كويس قوي. يلا بينا. في حاجة مهمة جدا لازم نعرفها. المخابرات المصرية قلقانة جدا لأن احنا لازم نعرف أحدث الدبابات اللي وصلت لهم إيه وأحدث الطيارات إيه وكل حاجة كل التفاصيل
الشخصيات المهمة جدا في الموساد، كل شيء موجود في إسرائيل، وده انت مش هتعرفي تعرفيه غير عن طريق واحد بس، هو ديفيد. أرجوك يا سالي، الوضع بقى خطر جدا 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 جدا، ولازم بأي شكل تجيبي كل المعلومات دي. ألو؟ مين؟ سالي؟ كان لازم أكلمك. سالي أنا كنت منتظر تليفونك على نار. أديني أهو كلمتك عشان تعرف إن سالي لما بتقول حاجة بتعملها. مبروك عليكم فواز يا مشايخ. لو بقيت بطل يا فواز. ها فواز يا ولد. طهرة الحمد لله على سلامتك. كيفك يا طهرة؟ كيفك انت يا فواز؟ بخير بخير يا طهرة. ربنا يشفيها يا عم. مالك يا ابو النبي؟ لا شيء يا ولدي. خد عمك واختك وقعدوا في داركم قبل الليل. لا تخاف يا عم. تنسى الكلام اللي قلناه في الطريق، هدول كانوا ناويين يهدموك يا ولدي، ابعد عن الشر يا فواز. قولك بيناقض فعلك يا عم. اتركني الحين يا ولدي. يا فرحة فرحة. Thank you.
وسهلا يا اهلا وسهلا. والله مليتوا علينا الدار يا مشايخ. بألف هنا وشفه. كل يا راجل كل. بيقول لك جابر الزاد ولو بكوز مي. تفضلوا تفضلوا. التقارير اللي جايه من سينا كلها بتؤكد وجود زياده في عدد وفيات الاطفال مع انتشار امراض غريبه. سؤال لو سمحت يا فندم. اتفضل يا دكتور. الامراض دي بتصيب ولاد سينا بس ولا جنود العدو اللي عايشين معاهم في سينا بتصيبهم نفس الامراض؟ سؤال مهم قوي يا دكتور. الحقيقه ان الامراض دي بتصيب اهالي سينا بس بالرغم من وجود اسرائيليين في المعسكرات في نفس المنطقه وفي نفس المناطق اللي فيها نفس الامراض. يا ترى ايه هي اعراض الامراض دي؟ هي بتختلف من واحد للتاني لكن كلها بتبتدي بقيء واسهال وارتفاع في درجه الحراره، وده تقرير شامل بالحالات دي. انا هكلم سيادتك يا فندم بصراحه. يا ريت. عشان نقدر نحدد نوع المرض ده وسببه لازم الحالات دي تبقى قدامنا ويبقى معانا صوره دم كامله بالاضافه لباقي التحاليل. بس ده معناه ان لازم حد متخصص يدخل سينا. ده اللي انا اقصده يا فندم. كلنا مستعدين للسفر فورا. يبقى على خيرة الله. كمان احنا لازم نجهز وباسرع ما يمكن مجموعة من الدكاترة لدخول سينا. Danke. Ich danke auch. Wiedersehen. Hallo, guten Morgen. Hallo. Bitte schön, das ist eine schöne Blume für Sie. Blumen kriegt Blumen. Danke. Bitte schön. متأسف جدا يا سيدي، اضطريت اسافر النهارده بسرعه جدا وانا ما حبيتش ازعجك. مع السلامه واشوفك الاسبوع اللي جاي. مع حبي واشواقي سعيد. السلام عليكم. اهلا. ازيك يا فتحي؟ اخبارك ايه؟ ازيك؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. انت كله تمام؟ تمام. بص يا فتحي، ده تقرير عن المصدرين اللي بتبعت المواشي لمصر مسممه ومحمله بكل الجراثيم وبعتوها من انجلترا ومن هولندا وبتحصل فيها دمار للشعب المصري. طب ايه علاقه الناس دي باسرائيل؟ هو ليهم علاقه طبعا بس ما بتاخدها من جزئين، جزء تبع المساعد اللي هو ده بيبقى المشكله الصعبه، والجزء الثاني اللي هو بياخد فلوس من المساعد. وده سهل جدا. تفتكر ايه اللي ممكن نعمله؟ لازم ناخد موقف. احنا لازم نوقف التعامل مع الناس دي فورا وندور على مصدرين تانيين مالهمش دعوه باللعبه دي. جميل. هاي ده تقرير تاني يا فتحي عن بعض الشركات اللي بتنتج المواد بتاعت التجميل زي الروج والبنكيك والحاجات دي. الشركات ديت مالهاش دعوه باي حاجه، هي بتطلع منتج سليم 100%. بياخدوها بعض افراد من المساجد، بيدخلوها مصانع صغيره عندهم، بيغيروا المواد اللي جوه وبيزودوا عليها مواد مدمره
تدمر البشره وتدمر وتعمل امراض كثيره جدا. ازاي الموضوع يتسكت عليه؟ ازاي الحاجات دي بتخش البلد؟ في بعض المنافس بتبقى سهله التهريب منها، ما يبقاش عليها رقابه صارمه. لازم نزود الرقابه بطريقه غير عاديه على كل المواني بتاعت مصر طبعا، وكل المطارات وكل النوافذ اللي بتدخل البلد. جميل. المهم عملت ايه مع 313؟ جميل خالص، خلص المهمه بتاعته في انجلترا ونزل على مصر. واتصلت ب 210؟ اتصلت بيه وكل شيء تمام، ما تقلقش. الحمد لله. اشرب ايه؟ اشرب ايه بعد اللي انا سمعته ده؟ لا تشرب ايه؟ اشرب شاي. اوكي. سبب تأخير المدة دي كلها. شكري، حل الشفرة وتقلب بسرعة. يلا يا جلالي. عزيزيان. كن أظن معك. جميع الرسائل اللي بتتبعت من المنطقة دي يا عزيزي، علشان كده أنا عايز كل التشكيلات الأمنية بتاعتنا تحاصر المنطقة دي كلها. كان؟ كان أبو نايل. زعلان قوي إن هما خرجوه من السجن. أنت ما بتعرف كيف بينظروا له الآن. فواز أصبح في نظر القبيلة بطل. عارف. عارف كل حاجة يا شيخ. عارف كمان مين كان بيغني له ومين بيسقف له بهديه ومين بيدق له على النفوق. ولما هو كده وعارف انه هيكون بطل، ليش بتسيبوه؟ اوامر اوامر عليا يا شبل. ومين اياك اللي بيدي الاوامر دي؟ هناك في القيادة العليا في تل أبيب. وي يعني القيادة عاوزاه يكون بطل؟ أعرفش، لكن أنا عارف. عارف إيه؟ فواز ما هو بطل ولا حيكون بطل. بتكره فواز جدا يا شبل. أدوناي كولونيل. أدوناي. أهم حاجة الخرائط. أنا حددت المكان بالظبط وعملت كردون عليه. زي دوردن حاج. يبقى كده قربنا نوصل.